اللي عرف مهمي انه هذا سمير جعجع اللي شوفه اوصه طل من ورا بيت توني باك، يعني بعيد ما في 4 أمتار أو 5 أمتار، فز من ورا في بنقول له سوقي احنا، فز من ورا هو فز ورا كنت مقوص ورجع شلح حيله فيها بالعنية وحملوه واخدوه. هذا اللي صار. هل كان يوسف الشاب الفرنجي ابو جو ضحية الحقيقة؟ أبو جو كانت له الجرأة أن أعلن عن إطلاقه النار على قائد الهجوم المسلح على أهدن في 13 حزيران 1978 سمير جعجع. حقيقة أبو جو هذه كشفها خلال حلقة المجزرة والمغفرة التي عرضت في 13 حزيران الماضي عبر شاشة الأو تي في في الذكرى 30 لمجزرة أهدن، وأهميتها أنها جاءت لتناقض رواية الجهات المتهمة بالحادثة. فوفق رواية أبو جو إنه أطلق النار في جوار منزل طوني فرنجي في أهدن نفسها، لا على الطريق بعيدا عن مكان الجريمة ولا قبل وقوعها. أثناء إعداد الحلقة عاد فرنجي 30 عاما في الزمن الأسود وتموضع في المكان حيث قال إنه أطلق النار على جعجع لتجسيد المشهد أمام عدسة الأو تي في غير آبهم بأي رد فعل، فقط لأنه أراد قول ما كان يعتبره حقيقة. يوسف فرنجي مسؤول المردة في منطقة بصرمة الكورة قيل اليوم إنه قد يكون استدرج إلى مكان الإشكال ليتم رشقه بالرصاص فور وصوله، وكأن المقصود الانتقام منه، خصوصا أن 3 ساعات دار خلالها التلاسن بين الطرفين أي القوات والمردة من دون إصابات إلى حين حضور فرنجي.